السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة بأمر الله هنعمل كوكتيل الفواكه لشهر رمضان، يشرف في العزومات بطريقة شيك جدا زي محلات العصير وأحلى كمان. طبعا كوكتيل الفواكه بتعمليه بالفاكهة اللي انتي بتحبيها. أنا طبعا عندي فراولة، بس أكيد المقادير اللي هقولك عليها دي ثابتة في قلب الكوكتيل. ماشي، عايزة انتي تزودي من عندك براحتك. معايا فراولة، دي اللي هضربها الأول في الخلاط، معايا جوافة، معايا تفاح، معايا موز. عايزة انتي تحطي كيوي، عايزة تحطي أي فاكهة بتحبيها هتحطيها، بس هتحطيها قطع، لكن اللي هتتعمل عصير الفراولة والجوافة، ولو عندك مانجا تتعمل عصير، بتتعمل 3 طبقات بس، أنا هعملهم طبقتين بالفراولة والجوافة بس. شنطة جنب مني كده، والخلاط طبعا عشان أول حاجة هضربها في الخلاط الفراولة، عشان فراولة طبعا ما بتتصفاش زي الجوافة. تقطعيها بقى كده، شيل الحتة اللي من فوق كده وبتقطعيها بنفس الطريقة كده، تقطيع عشان خاطر تدور على طول في الخلاط ميبقاش فيها اي مشاكل. اهو كده يدوبك بس ترقي السكينة، قطعي على 2 كده بس. ونيجي بقى لأهم نقطة، عشان ناس كتيرة بتقع في الخطأ ده، لما بتيجي تحطي المية مع الفراولة بتزودي كمية المية قوي، بتطلع مش حلوة خالص وخفيفة جدا، وده خالص ما يتسماش كوكتيل فواكه أبدا. لازم قوام الفراولة والجوافة أو المانجا يكون القوام تقيل لكوكتيل. ماشي، هحتاج دي قد ايه؟ في حدود يعني فوق اقل من نص فراولة، ده اقل من نص كيلو فراولة. بصوا ده في حدود 400 جرام فراولة. ماشي، يعني اقل من نص كيلو فراولة شوية. معايا نص كوباية سكر على الكمية دي. ماشي، احط لها قد ايه من المية؟ يدوبك بس عشان الخلاط يلف بيها، اقل من ربع كوباية مية عشان يطلع القوام بتاعها تقيل، وهنشوفه دلوقتي. اضربها في الخلاط ونرجع نضرب الجوافة. بصوا بقى، بصوا على القوام عامل ازاي. بصي، ولو قطع فراولة فيه بردك مفيش مشاكل خالص. بصوا بقى هترجوها كده بقى، اهو هي طلعت في حدود نص لتر اهو فراولة. اما الجوافة طبعا اعملها كتيرة زي بردك الفراولة كده، بس الجوافة لسه هتتصفى. بصوا هنيجي للحتة اللي فوق، طبعا الفاكهة بتبقى مغسولة كويس جدا. ماشي، وهنيجي للحتة اللي تحت كده وهنقطعها بردك صغنن عشان تدور في الخلاط بسهولة خالص. بصوا قطعتي دي ودي كده، هقوم اقطعها صغنن جدا، وما تجيبيش الجوافة الجامدة مش هتطلع معاكي عصير خالص. بصي نفس الطريقة كده، والحتة اللي تحت دي هحط عليها كوباية سكر كده. بصي حطيت في حدود كوباية وربع سكر بنفس الطريقة كده، ده في حدود كيلو من الجوافة. هنزل ادي اول كوباية، تاني كوباية. المهم ان المية تكون مغطية الجوافة بيجي سنتي او 2 سنتي كمان، ما بتكونش المية اقل من الجوافة. هنشوف دلوقتي كمية المية المناسبة عشان بردك قوام هيطلع معاكي تقيل. يبقى على الكيلو جوافة هنحط 3 كوبايات من المية بنفس الطريقة. شايفين كده اهو، ولا الخلاط عايم مية قوي زي ما اتفقنا، سنتي او 2 سنتي فوق الجوافة. اضربه ضربة كويسة ونرجع نصفيه مع بعض. بصوا بصوا القوام، بصي تقيله ازاي، ومش هينزل منها غير البذر بس، تكتلات مش هتلاقيها فيها خالص، لان احنا خلطنا كويس، وفي نفس الوقت الجوافة مش جامدة. الجوافة يعني ايه؟ معقولة، ولا مستوية مهرية ولا جامدة قوي انها ما تضربش في الخلاط. بصوا ما بيطلعش غير البذر بس اهو. بصوا شايفين القوام تقيل ازاي.
بصوا مفيش تكتلات فيها خالص. كملي الكميه وارجع لكم تاني. بصوا ما شاء الله طلعت الازازه مليانه للاخر ازاي، وكوبايه كمان، وادي الفراوله كمان اهي. نعمل بقى، وعودي نفسك ما تحطيش الفاكهه في قلب العصير غير وقت التقديم، لو حطيتيه هيبوش هيبقى طعمه مش حلو خالص. الفواكه بتتقطع في العصير عند التقديم فقط لا غير، اتفقنا؟ هقطع بقى الموز معاكوا دلوقتي كده اهو، تمسكي الحته اللي من فوق وتقشريه عادي كده اهو. واهم حاجه برضك الموزايه تكون سليمه، الموزه تكون سليمه عشان ما تبوظ الكوكتيل بتاعك. الفاكهه تكون سليمه بنفس الطريقه، هنقطعها كده وحسب التقطيع ما انت عايزه، عايزاها صغيره، عايزاها شرايح، عايزاها على قطعتين، يعني زي كده اهو، زي ما انت تحبي. بصوا قطعت الموز كده في جنب، والتفاح اهو بتقطعيه بردك مكعبات، بس اهم حاجه تتاكدي ان انت شايله البذر والطبقه اللي في النص دي كده اهو، تقطعيه كده مكعبات كده عشان تقدري تاكليه بسهوله. عايزه تقطعيه شرايح وتحطيه على الكوكتيل من فوق ينفع بردك. بصوا نحطي بقى طبقه موز كده، حطيت الموز اهو، هنزل بقى بالجوافه كده كده، واحط برضك طبقه تفاح على موز او تفاح بس كده. هحط طبقه فراوله حط كده، شايفين لونها وحلاوتها. اكمل بردك، ممكن اخليطهم هما الاثنين على بعض كده، واقوم حاطه بنفس الطريقه كده كده، واكمل جوافه. اكمل بردك كده كده، وهكمل حبه جوافه كده، وهنا حبه جوافه كده، وهحط فراوله كده. ما شاء الله خلص معانا ازاي، بصي شكله، بصي طبقات جميلة جدا، احلى من محلات العصير، وحاجة مضمونة في قلب بيتك تفرحي اولادك بيها كأنك جايباها من محلات العصير، واحلى كمان ولسه كمان. بصي الازازة زي ما هي، والفراولة بردك اهو خدنا منها شوية بس، والفاكهة زي ما هي، من نص كيلو فراولة 400 جرام فراولة، ونص كيلو من الموز، وتفاحتين، وكيلو جوافة، هنعمل بيهم 6 شوب زي ده، ويمكن 7 كمان، بحاجة نظيفة في قلب بيتنا ضمننها بإيدينا، أحلى من محلات العصير. طريقة النهاردة سهلة وسريعة، يا رب تنال إعجابكم. لو عجبتكم طريقة النهاردة ما تنسونيش باللايك والاشتراك والدعوة الحلوة، والسلام عليكم ورحمة الله.